السلام عليكم. كالعادة ما نبي منكم لايك أو شيء، بس نبيكم تعتبروا من الفيلم، لأن الفيلم يتكلم عن المعاناة بعد فقدان الأم. اللهم أطل في أعمار أمهاتنا ورحم الله أمهاتنا. بوي يا بوي. أوف، شنو يبي هذا؟ وين ماشيين يا بوي؟ ماشيين يا ولادي للمحلات ناخذ شوي حاجات. باه يا بوي ارفعوني معاكم نغير جوي. لا لا، خليك في البيت وكمل قرايتك يا وليد. كملتها قرايتي كلها وحليت واجباتي وكل شيء. باه يا ودي تعال كانك كملت قرايتك. لا لا يا مختار، خليك في البيت، عنده امتحانات الاسبوع الجاي. فعلا صح، عندك امتحانات، خليك في البيت، لازم تقرا كويس. والله يا بوي قريت كويس وما عندي مندير في البيت. هيا يا مختار، وقت المحلات بيسكر. اسمعني، سلم ولدي، كمل قرايتك وراجع كتاباتك وخش داخل، هي بنعد احنا مستعجلين. راه ما يقعد في خاطرك شيء يا كريمة، هيا نزلي عيوني. لا لا، أنا ما بنكتر يا ودي، إن شاء الله كل شيء يزهى في خاطرك تاخديه. السلام عليكم. في ساعة راديو بس ممكن تكلفك. خلينا نتغدى في المطعم هذا. ما بتديرين الغداء في البيت؟ لا لا الحق، تعبانة ما عندي جهد والوقت تأخر، ما بنلحق. الجو جميل اليوم، سحاب وبارد ومغيم، ما شاء الله الحق. ايه جوي هبل احسن من البيت. ودي تصدقي نسيت ما طلبت حاجة لوليد، ما طلبت له شن ياكل. ما فيش داعي، تو نروح ندير له حاجة ياكلها ومرات بروح اتغدر ساندوتش. باهي سهل، بعد ناكله تو نطلب له اي حاجة خفيفة. لا لا ما في داعي، في كل خير في البيت، غير حرام يفسد. تو غير خلينا نستمتع بالجو السمح واحكي لي عن حياتك. اسمع والله الحق، يعني من زمان في صغري كنت شخص هادي وكاين بوي يحبني أكثر واحد من بين خوتي، وعيكي هذا كله يحبني يعني عشان هداوتي. كنت ديما نمشي معاه للمزرعة وللمحلات وللدنيا كلها، ديما يبيني مرافق. ما شاء الله، من صغرك لين كبرت هادي ومطاوع، حبيت الشي هذا فيك. وحق قول لي انت قبل ما تاخذني موعدني بشي. يا ما شي، تقصد البيت؟ تباهي سهل، تو بعد نروح ونحكوا فيه الموضوع. ايه ما تنساش قبل ما تاخذني قلت لي يا كريمة البيت نكتبه باسمك. والله كنت وما زلت، هالوجه الجميل يستاهل كل شي. والله ما عرفت خيرها مرت بوي مستكردتني، ديما تلز فيا، حتى بوي ما عاد استانست به من يوم تجوزها. الله يرحمك يا أمي، والله ما مريت بشي أصعب من فراقك. الله يرحمك يا غالية. شو صار بعد سرق هاتفك؟ خلاص طلعت من المول نجري في جرته وركب في السيارة، تفوتت نجري طول ولعت سيارتي ولحقتها. أوف هالهم شنو يبي جاي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا. خير يا بوي؟ شوي يا وليد، كملت قرايتك؟ ايه كملت يا عمتي. يا ودي قايل لك كم مره قول لها يا امي ولا قول لها يا دداي، شن عمتي هذي؟ امي بس الله يرحمها نقول لها امي، حنونه معاي، هي حتى غدا ما خلت لي. وش اني يعني خليتك تموت بالشر؟ اكثر من مره تتغدوا برا ونقعد بلا غدا. بهي الثلاجه فيها كل خير، وانت ماك صغير تقدر تدير اي حاجه. انت يا عمتي ما حسستيني بشعور الام بكل، حتى لما نمرض ما تعدلي علي ولا تواسي فيا، امي ما كانت لحظه تخليني لما نمرض. شو قصدك؟ هذا لي شهر معاكم هيك تقول لي؟ تسمعيش اني اقول يا مختار يكلم فيها كاني مقصره. خلاص معاكم. يا ودي خش لدارك يا وليد خش، وانت كل ما تجي تجيب مشاكل. ديما يا ابوي لما نتكلم على الحق تسكتني. شفت عشان قالوا تقولها خش لدارك بس. خلاص معليش يا كريم، قلت لك الولد صغير وما صغير يعرف يقول هيك، مال لما يكبر كيف. ما تلومي عليه عاد. لا ومش هيك بس، خلي نقول لك اكثر من مره يرفع في صوته علي لما تكون غايب. خلاص طب بعدين كيف يشبح لي بنظر استنقاص كانه مش راضي علي، واني والله ما بنتحمل نقعد لو استمر معايا هيك. لا عاد مش لهالدرجه يا كريمه، الا زعلك يا عيوني راه، وحقك علي بعدين نعاقبه ونضرب. مرا زي اللفعه، ابوي مطوعها ويسمع في كلامها، يا ريت ما جابها،
قاعدة غير تستكرد فيا ومش حاسبتني بكل، واللي واجعني كل ما نتكلم بوي يهزبني ويطلع الحق معاها تقول ساحراته، وما زال يستر الله لو بوي كتب البيت باسمها. ما فيش فطور، ما فيش شيء، حتى دحية مطبوخة واتية ما تلقاها، تبين ندير كل شيء بروحي. والله ما كانت أمي يوم تخليني من غير فطور، ولا كانت تخليني جعان. تاكسي. وين ماشي يا بابا؟ للمدرسة. ايه ماشي للمدرسة، لكن قبلها نبيك تحطني قدام المقبرة. بسم الله خيرك، مقبرة على الصبح خيرك، انت مالك تسحر ولا شي بديك؟ لما يمر عليك صبح وتفقد فيه وجود امك تو تعرف ليش. لا حول ولا قوة الا بالله، ان شاء الله ربي يتقبلها بالرحمة والمغفرة، وان شاء الله ربي يصبرك على فراقها. هاي تفضل يا باشي، خذ راحتك وانا قاعد نراجي فيك عشان نرفعك للمدرسة. شكرا، بارك الله فيك. امي الله يرحمك يا امي، الله يرحمك، الله يرحمك يا ونيستي، الله يرحمك يا غالي علي، فقدتك يما والله فقدتك، الله يرحمك يا امي، الله يصبرنا على فراقك يا امي. المن خليتيني يا امي، المن خليتيني. بينك يا امي شوفي حالي، الله يرحمك، المن خليتيني شوفي حالي يا امي، شوفي حالي، خليتيني شوفي حالي. وينك يا امي شوفي حالي، زايد همي صار علي مش حساتك بشعور الأم وتكلم فيها قدام أبوك عشان يجبرني نحن عليك. ما تعرف إن أبوك خاتم في صبعي، وإني حلزك أنت وأبوك من البيت، وتو نوريك حنخلي أبوك يلزك، وبعد فترة حتى أبوك ما يقعد في البيت. السلام عليكم. خيرك يا كريمة؟ تبكي انت ولا شن؟ غير خيرك، خيرك يا عيوني، شن يبكي فيك؟ خير عشان داير لك وريد. مش حنتكلم، عدي الإدارة وشوف عشان خانب، خانب الذهب اللي شريته لي كله. هذا مش حاسبك ومش حاسب حد. والله تتكلمي من جدك؟ طب نرجع نشوف هاي. لا هذا شن داير من فالطة اليوم؟ أشبه عشان خانة بالحيوان، الذهب اللي واخذه كله خامبة، خسارة تربايتي ليه بس، شن نقصت عليه عشان يخنبني؟ الباقي ناوي يهرب من البيت أصلاً، هو أصلاً خواله عبوه لراسه ويبوه يقعد معاهم. تعال نوريه الكلب. خير يا بوي، خيرك واقف. خيرني واقف؟ أسأل روحك شنو موقفني يا خانب. خيرك شنو تقول يا بوي؟ والله ما درت حاجة، كنت مع حسام صاحبي نقرو. متعلم تسهر في الليل ومتعلم تتأخر، وأنا لهيت عنك شوي ما حسبتك تديرها بكل. شن هي؟ شن اللي نديرها يا بوي؟ والله ما فهمت. سكر فمك يا حيوان، خاش لي داري وخانب منها الذهب كله على شناوي. ذهب شني يا بوي؟ والله ما خشيت لها دارك بكل الله. يا مصخ تكذب. أي أرفع دبشك وعديهم خوالك. انت ما عاد تقعد لي في البيت يا خانب.
وهذه قصة بوي يا عمي، تزوج بوحدة لا يعرفها ولا سأل عنها غير شافها مرة وعجبتها بالشكل، وأول خطوة لها في البيت كذبت على بوي ولزتني من البيت. والله ما عندي ما نقول إلا إن شاء الله ربي صبرك ويعينك على الحياة. والله لو أمي حية ما نتبهدل بحياتي، يكفي إن دعوة منها تنور طريقي، والاعتراض على ما فعلا الله. والله تقبل الله كل أمهاتنا بالرحمة والمغفرة. وقف لي هنا يا عمي، أهو بيت جدي. أي تفضل يا ولدي، مسكين والله إن شاء الله ربي صبرك.